نورا، غادي نطلبك باش تجي معايا واحد الشخصيه، واحد الشاب. هو ماشي شاب، هو طفل نقدر نقول لانه مازال صغير، اللي جانا من مدينه سلا باش يبين لنا الموهبه ديالو. غادي نطلب منكم باش تصفقوا بزاف 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 على سفيان. برافو علي سفيان. علي سفيان. وي علي سفيان. علي سفيان. علي علي سفيان. علي علي سفيان. علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقدم لكم راسي. الاسم سفيان حديدو، السن 14 سنة، طول مترو شوية، ولكن ماشي هذا هو المشكل. المشكل هو واحد جدي وجدة. غير البارح لقيت جدة شنقة على الوالد تتقول لي وليدي هذا العام ديني للحج. قال له الوالد الله يهديك، راه أنا اللي خاصني نمشي للحج، أنا اللي مازال شباب مازال جون. داكشي اللي كاين، جدة تعاش مع الوالد دعوة وحدة، مشى ديريكتومون مشي نيشان مشي للحبس. عشان يجي من الحبس ويمشي عند جدة، قال لها امي مشي غنديك للحج، ولكن لا جاوبتيني على واحد السؤال عاد غادي نديك. قالت لي انت عارف قينا ولدي. قال الحج واش فرض ولا سنة؟ وهي تقول لي وليدي الحج ما فرض ما سنة، الحج غا قرعة. كتشب الله جدة باش تمشي للحج. نقص جدي قال لهم خصني نمشي معاه، عشان يشوف مشي للبيت جا في الصاك ديالو عامر بالحوايج، وجيب واحد الميكا عامره بالحجر. نقز ونسولك تي جدي الحوايج تلبسهم الحجر لاش؟ قال لي ولدي دي معايا هذا الحجر حالف على ابو داك الشيطان. عندي ما واحد حساب قديم، عرفتي شكون داك حساب قديم؟ تشوف جده بنص عين. تقول داك الحساب قديم تشوف جده بنص عين، وعلى ما باليا وجدي غامصيد في جده. القديمه كملاش والواعره هي جدي ميمشيش عند موسنان. شحال هكا وتريح؟ قلت لي الطبيب عافاك حيد لي واحد الدرس راه بحناني. قال واخا حاجه حل فمك. عرفتي جدي حلاش فمها ومول سنان تخلع ما بدلتش درسها. قال واه الحاجه تي فين هما سنانك؟ قالت لي وليدي غاتا نتخايلهم. عرفتي شي انايا في المدرسة بنت لي واحد البنش تعجباتني ديريكتومون. ديريكتومون مشيت عند جدي سولته، قلت لي جدي كيفاش ندمت عارف على شي بنت؟ قال لي شوف وليدي غير توقف على البنش بدا عليها بالكذوب 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 ويش بلاتي يصير. داكشي اللي درت اش غادي في المدرسة وجبا لي مريم غالية شو انا مراه. شي فين تبان انجيلينا جولي؟ فين تبان هيفاء وهبي؟ قلت لها خشي دارت عندي ديدي دروك با صافي. عرفتي جاش واش وقف حدايا وتا هي عندها شي اسئله في الشكل. قلت لي سفيان بغيت نسولك واش انا زوينه؟ قلت لي زوينه غير حسنتي الموسطاج. تقلقات وتقول لي شوف والله تنجيب لك بابا ونجيب لك ماما ونجيب لك خويا. ما رضيتش. قلت لي شنو هو؟ جيبي باك جيبي امك جيبي خوك وجو عندنا باللي راكم معروضين. قلت عاد بلا مش طراجي مشي للدار، عشان مع الدخل ديال الدار لقيت جدي السنطا وشي صوت جده. قلت لي جدي اش كدير؟ قال لي ولدي تنتفكروا يا ماتنا. عرفتي جدي يلا بغي يضرب جدك؟ قلت لي حباس. بغيت نقص جده قلت لي هالب عليك سير تلعب مع كراكسيك اضرب الحاج ضرب ضرب. شوف معايا سبحان الله العلي العظيم، جدودنا بشحال هادو جدودنا دابا الناس القدام بينين سمياتهم تلقى سميتو بوبكر بو شعايب عنده مابو بو عزه بو بريس اللي هادي عزته. ولكن من هنا لقدام غيتغير هادشي. قالو جدك عنده 89 عام
سميتو لؤيل، عنده كونت فيسبوك ودارت بيبينا. ومرة مرة تيلو حصتاشي فيسبوك دبيبين شي سر وجمالي. ولكن اللي ما غاتنساش ليا هي واحد النهار ناض جدي بدا يسول فينا، سول خويا الصغير قال لي انت باغا تكبر شنو باغا تولي؟ قال لي طبيب. قال لي مزيانه ولدي. سول خشي قال لي انت باغا تكبر شنو باغا تولي؟ قلت لي مهندسه. قال لي مزيانه بنتي. ويسول واحد خويا خلاه هو الاخر قال لي انت باغا تكبر شنو باغا تولي؟ قال لي وزير. قال لي او وزير كامله. قال لي علاش باغا تولي وزير؟ قال لي حيت نعرف المتشل. ميرسي. برافو عليك سفيان. سفيان ديتو. باكو عليك سفيان. كان هذا سفيان حديد دولي جانا من سلا، تبارك الله عليه بعجالة. كي جاكم سفيان؟ رائع، موهبة فدة، عجبني بزاف. وفدة ولا ماشي حسن الفدة ولا حسن الفدة ان شاء الله يكون واحد حسن الفد ان شاء الله في لبنان ان شاء الله. وكهادشي كيفرح اننا كنشوفوا في السن ديالو عنده هذه الموهبه وكيعرف يكريتيكي لا سوسيتي بهذا الشكل ويردها ورد من سيتياسيون ديال الحياه يردها كوميك. سي زعما سي شيء جميل. الحاجه اللي نصحوه هي انه يكمل ويقرا، القرايه مهمه بزاف. اكيد اكيد. اخ ميس نورا انا لاحظت انه كيديسباتشي التكست على البيبليك كيشوف لهاد الجي ورجع لهاد الجي بحال شي واحد عنده تجربه كبيره. كنشجعوا بزاف وكنتمنى له التوفيق. الحاجه تبارك الله عليك. الحاجه الزوينه انه عطيتوه فرصه بانه يجي لدوزيام ويقدم السكيت ديالو. هذه احسن حاجه، حاجه مهمه جدا. مصطفى عندي 100 سنه.